اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده وحلقه جديده معانا في برنامجكم حياتنا، حلقه هتكون خاصه جدا جدا، متنوعه جميله، هنقدم فيها الموهوبين الجداد ونقدم ضيوفنا. اهلا بيك يا سلمى. اهلا كنزي. اهلا يا سلوى. سلمى، عايزه اعرف منك ايه اللي انت حسيتيه عشان انت عايزه تخشي التمثيل او الغناء، يعني قولي لي موهبتك ايه؟ اللي انا نفسي ابقى مشهوره. تمام، علي صوتك. بحب التمثيل. بتحب التمثيل، يعني دي موهبتك المفضله؟ ايوه. تمام، طيب قولي لي انت عملتي حاجه قبل كده؟ ايوه، عملتي اعلان. اعلان. كان مين مدعمك او مين متصل عليكي للاعلان؟ استاذ منتصر. استاذ منتصر ايه؟ استاذ منتصر كمان. استاذ منتصر كمان ده منتج؟ ايوه. تمام، طيب مين اكتشفك لأول مرة كده، يعني وانتي في البيت قاعدة مع نفسك، مامتك، باباكي، مين؟ ماما. ماما قالت لك ايه او شافت ايه، عملتي موقف ايه؟ هي شجعتني وقالت لي روحي وكده وجربي. تمام تمام. كنزي، اهلا بيك. اهلا وسهلا. عامله ايه؟ بخير الحمد لله. كلميني عن نفسك. انا دايما يعني لما بتفرج على حاجه بتعجبني فاقوم سلاها، ماما تشجعني اكتر، تقوم رد عليا. يعني انا اصلا حابه التمثيل جدا. تمام، تمثيل بس؟ لا. لا ولا لا؟ يعني فهميني، لا ولا لا ايه؟ تمثيل بس. التمثيل بس. اه. في موهبه تانية عندك؟ لا. لا ازاي؟ انا عرفت ان انت ليكي بتكتبي وكلمات وخواطر، صح؟ انا باخد من ماما الافكار دي. هي ماما بتكتب خواطر وانا حافظه حاجه. حافظه حاجه دلوقتي؟ اه. طيب تقدري تقوليها؟ اه. اوكي. قررت البعد وقلت كده كفايه وتمام، مشيت وانا ببكي وبعد الخطى ورفعت ايدي وقلت سلام. تمام. رجعت بيتي، دخلت اوضتي وقلت انام، يمكن يحس بيا ويجي لي يصالحني في الاحلام. تمام، خلاص كده. برافو عليكي، جميل خالص. دي الكلمات اللي انت كاتباها ولا مامي كاتباها؟ لا، هي ماما كاتباها. بس انت بتكتبي برضو؟ اه، بس طيب. على صغير. طيب بما ان ماما بتساعدنا وماما اللي مديانا الفكره، فطبعا نقول لماما الف شكر يا مامي على انك بتدي الموهبه الجميله لكنزي، وربنا يوفقك ان شاء الله. طيب ناخد سلوى. سلوى قولي لي بقى، حابه تعملي ايه؟ عروض ايه بقى؟ زي ايه يا سلوى؟ سكر قرقيش. طيب قولي لي يا سلمى، انت حافظه انت بتغنيها ولا الاستعراض بس؟ الاستعراض. طيب ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنعتذر جدا جدا عن العطل الفني، ونرجع تاني نكمل حوارنا مع سلمى. نكمل بقى يا سلمى، قلنا سكر قرقيش. اه. طيب انت بتغني فيها ولا انت بتعملي استعراض؟ انا بغني واعمل استعراض. الاثنين؟ ايوه. طيب بصي، هو انا يعني في المدرسه هما كانوا بيشغلوها لي وانا كنت بعمل العرض. طيب هي اغنيه سكر قرقيش دي كانت أغنية؟ اه. صح كده؟ صح. طيب احنا عايزين نسمع منها حاجة، حافظة؟ اه. بالاستعراض؟ اه. طيب نشوف ونسمع؟ ماشي. طب يلا، خليكي زي ما انتي وانتي قاعدة كده. ماشي. اوكي، يلا. ماشي. سكر قرقيش، سكر قرقيش، والحلو من الله نلبس كرانيش ونعيش ان شاء الله. ادي سكر ودي سكر ودي سكر ودي سكرة، واللي اشترى لا يكسب والله. سكر قرقيش والحلو من الله
نلبس كرانيش ونعيش ان شاء الله. الله 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 الله. طيب قولي لي بقى، غنيتيها في المدرسه؟ لا صح؟ لا انا ما غنيتهاش في المدرسه، هما كانوا بيشغلوها لي. تمام. كانوا بيشغلوها لي وانا اللي كنت بعمل العرض. انا في المدرسه؟ ايوه. طيب مين شجعك عليها في البيت؟ مامي والبابي؟ مامي وبابي وتيتا. هي اللي اختارت الاغنيه؟ اه. ولا في المدرسه اللي اختاروا؟ المفروض بابا هو اللي اختارها وماما هي اللي عجبتها. تمام. المدرسه يعني حبيتها برضو. برضو؟ طيب خليكي معانا ونرجع لسلمى. عايزه اعرف انت عايزه توصلي ايه في الفن، وعايزه تبقي زي مين، ومين مثلك الاعلى؟ انا بحب ياسمين صبري. ياسمين صبري ده عشان الحسنه اكيد صح كده؟ طيب دي مثلك الاعلى. أوه. طب الناس القديمه مين؟ لا مش مفيش حد. مفيش حد. مفيش حد. مش ممكن ممثله جميله كده تكوني انت حبيتيها، شفت لها حاجه اتشدتي ليها، مطربه جميله حبيتيها، يعني مين من الناس؟ شيرين. شيرين. بتحبي تسمعي شيرين؟ ما فكرتيش تغني خالص، هو تمثيل بس. اه. تمام. كنزي قولي لي بقى، مين دعمك؟ طبعا استاذ منتصر كمال، ليه الفضل عليا بعد ربنا، هو اللي دعمني. تمام. انا ملاحظه ان كلكم استاذ منتصر كمال. ايوه فعلا. صح كده؟ تمام. طبعا الف شكر للاستاذ منتصر. الف شكر. تمام كمل. انا هو اللي دعمني وهو اللي خلاني. اتصل بمين؟ اتصل بمامتك؟ اتصل بباباكي؟ بمامتي. أو. وعملنا برنامج كاميرا خفيه. تمام. بس طيب قولي لي، حابه تبقي زي مين من الممثلين الجمال؟ هو انا بحب الفنانين القدام. تمام. زي مين؟ زبيده ثروت. زبيدة ثروت. اه. فيروز. ما شاء الله. وفيروز كمان. أوه. طيب فيروز. فيروز ممثلة مش فيروز المطربة. اه. صح كده؟ اه. تمام. طيب انت ليكي هوايات تانية غير التمثيل؟ لا. يعني انت تمثيل والخواطر. بالظبط كده. عايزة تكملي لحد فين؟ عايزة اكون فنانة مشهورة. تكوني فنانة مشهورة؟ اتمنى. ان شاء الله ربنا هيوفقك وهتبقي مشهورة جدا جدا. ان شاء الله. سلو. نعم. عامله ايه؟ الحمد لله. بسيبك شويه وبرجع لك تاني، ايه رايك؟ تمام. طيب قولي لي بقى، مين شجعك اكتر في البيت؟ بابا وماما وتيتا. مين اكتر، بابا ولا ماما ولا تيتا؟ ماما. ماما اكتر. ماما شجعتني جدا. بتقول لك ايه؟ ان اوصل النجاح. توصلي للنجاح؟ اه. اللي هو ايه؟ شايفه انت شايفه نجاحك ايه؟ شايفه نجاح قدام عيني، يعني حاجه جميله وهحبها وحاجه كده. طيب هتبقى جميله. طيب انت بتحبي مين بقى من الممثلات او الممثلين، الشباب او البنات؟ انا اكتر واحده بحبها الصراحه هي ها ايه نسيتي اسمها؟ طب هي بس اللي بتحبيها؟ منى عرفه. اه منى عرفه. منى عرفة؟ أوه. اه. طب هي دي اللي يعني المزه دي ينفع ننسى اسمها؟ ينفع. نفسك تبقي زي منى؟ طبعا نفسي ابقى شبهها، يعني نفسي اوصل لنجاحها كده. لنجاحها؟ اه. طيب تمام. وكده نكون وصلنا لنهايه الفقره، يا رب يكون كان دمنا خفيف عليكم، ونشكر ضيوفنا واستنونا في فقرة جديدة. اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا فقرة جديدة وهنقدم فيها نجوم جديدة، ومعانا المنتج الجميل قوي الأستاذ منتصر جمال. أهلا بحضرتك يا أستاذ منتصر، شرفتنا ونورتنا في البرنامج. ومعانا يوستينا، أهلا بيك يا يوستينا،
ومعانا منى دي ودار. منى دي ودار. تمام؟ اهلا بيكي يا منى، نورتونا وكترتونا وحاجات كتيره قوي. استاذ منتصر، بسمع عنك كتير قوي وسمعت عنك كلام حلو قوي. ربنا يخليك. وواضح ان انت بتدعم مواهب كتيره قوي. احكي لنا عن استاذ منتصر. والله هو الموضوع يعني هو يحتاج اربع حلقات اولا عشان نبدا نتكلم فيه. بس انا هختصره لك عشان طبعا وقتك ثمين. اولا برحب بحضرتك يا استاذ سار من المذاعات والاعلاميات الجوال جدا والفنانين الغاليين على قلبي. هو الموضوع كله بيبقى ان احنا عاوزين نعمل فن ونطلع مواهب جديده لعالم الفن. الفن بينقسم لاكثر من نوع، في فن هادف وفن تجاري. الفن الهادف اللي هو بيوصل حاجه للناس، حاجه معنويه، حاجه من واقع المجتمع. الفن التجاري هو عباره ان واحد بيعمل سلعه عاوز يكسب منها. فانا طبعا مع وقتي ومع شغلي لقيت ان في بعض الفنانين او الموهوبين كتير جدا من وجوه جديده عندهم الكاريزما وعندهم الموهبه لكن مش لاقيين حد يساعدهم. فبالتالي قلت او قررت ان انا ابدا ادعم الشباب دولت، سواء اطفال، شباب، بنات، ايا كان، حتى لو ناس كبار في السن، لان من حق كل انسان عنده الموهبه ان هو يحقق حلمه. تمام. طيب استاذ منتصر قول لي، فن هادف او فن تجاري بالنسبه للموهوب هادف او تجاري، وبالنسبه للمنتج مخرج، يعني كلمني عن الهادف وعن التجاري بالنسبه للطرفين. هو الهادف زي ما قلت لحضرتك بيبقى اكتر مين؟ تمام. هو الهادف ان انا مثلا لما مثلا احقق حلم شاب او شابه ان هي نفسها تطلع فنها او تطلع للنور وسعيدة، بديها امل في بكره، بتحس الدنيا لسه فيها خير، فيها بصيص من الامل. طبعا. الفن التجاري ان هو بيبقى فيه منتج حابب ان هو يعمل سلعه يكسب منها، مش مهم يوصل الى الناس. طبعا. ودي المشكله اللي احنا كلنا بنتعرض فيها كشعب. تمام. وطبعا في فئه من الشباب اللي هم لسه في سن المراهقه بيجروا ورا اي حاجه فيها شو اعلامي او الكلام ده. انا قررت ان اساعد الشباب منها ان انا احافظ عليهم، رقم اتنين ان انا اديهم ماده علميه يقدروا يضروا الناس وهم ياخدوا الفرصه بتاعتهم. تمام. طيب ناخد يوستينا. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. قولي لي بقى، انت خريجه ايه؟ انا لسه بدرس، انا دلوقتي في رابعه كليه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون. اعلام. ما شاء الله. تمام. طيب التخصص بتاعك اللي انت حاساه، سيبك من الدراسه، التخصص بتاعك اللي انت حاساه. انا حاسه ان انا عايزه ابقى مذيعه اصلا وبشتغل على كده. بتشتغلي على ده دلوقتي؟ بتاخدي كورسات؟ لا لسه ما خدتيش كورسات خالص. لسه، بس انا خدت كورس واحد بس عند منى العراقي. استاذه منى العراقي طبعا ليها الف تحيه والف شكر. بس انا ما كملتش معاها. ما كملتيش الكورس؟ مستنيه اتخرج وهكمل بقى كورسات بعد كده، بعد التخرج. تمام. طيب انت هدفك كله عايزه ان انت تكوني مذيعه. تحبي بقى لما تبقي مذيعه ان شاء الله تستضيفي مين في البرنامج بتاعك؟ في الممثلين يعني ولا عامه؟ ايا كان، اي مجال، ايا كان. اول حاجه استضيف استاذ منتصر. الله. لان هو دايما هو اللي بيشجعني. تمام. في مصداقيه، انا قابلت ناس كتير قوي، الناس دي كانت عايزه تشغلني بمقابل مادي وبرده ما فيش مصداقيه في الموضوع. لكن استاذ يعني صادفتي حد ان هو ممكن يقول لي اخد مبلغ وما فيش مصداقيه؟ تمام. لكن استاذ منتصر بصراحه هو واقف جنبي وشجعني ودايما بيسندني ويدعمني من غير مقابل مادي. تمام. بس فهو دايما هو اللي بينمي الموهبه عندي كمان. في التمثيل. يعني انا ما كنتش حابه امثل، بس هو اللي بتحب التمثيل. يعني ده بس حاجه انا ما كنتش مكتشفه نفسي. مين اللي اكتشفني؟ استاذ منتصر. طيب عرفتي استاذ منتصر ازاي؟ كان منزل اعلان عايز وجوه جديده علشان اعلان، تصوير اعلان. اوكي. فانا كلمته كده بصراحه ما كنتش اصلا، يعني انا قلت ده الاحتمال الاخير لان كل الناس اللي قابلتها ما كانش فيه مصداقيه، فانا قلت هجرب وخلاص. تمام. بصراحه لقيت مصداقيه وكل حاجه. طيب وهنرجع نستكمل معاك الحوار وناخد منا دي ودار. اهلا بيك يا منا ومنورانا كتير جدا في البرنامج. مش هسال كتير، عايزه اسمع منك، عايزه اعرف منا حبت ايه وعايزه تدخل ايه.
بصي هو انا بحب التمثيل جدا. تمام. وانا يعني ما يعني بس انا ما حاولتش ان انا ادخله يعني او ان انا مثلا اروح اشوف حد مثلا يعمل لي فيلم او يديني دور او بطوله او كده. انا كنت عادي يعني بقعد مع اصحابي. يعني بداتي تعملي فيديوهات مثلا تيك توك مثلا؟ تيك توك. بقعد مع اصحابي كده يقول لي لا انت بتعرفي تمثلي، طب حاولي، طب شوفي المجال ده. طب انا اقول لهم اكيد مش هعرف، اكيد يعني هشوف فين، هروح فين كده. تمام. ماما برده شجعتني لحد ما في مره واحد زميلي كلمني وقال لي انا عندي استاذ منتصر عايز وجوه جديده بنات وكده. فقلت له طيب خلاص اديني رقم وكلمه. فاخدت رقمه وكلمته. بصراحه يعني هو حد محترم جدا، ومش بقول كده عشان هو موجود، لا بس هو فعلا محترم وراجل كويس وشهم وجدع وانا عزيته صراحه. هو صراحه يعني اللي يعني هو اللي شجعني، انا ما كنتش ناويه، بس هو قال لي انا شايف فيكي الموهبه وانت وكمان انا بعرف اغني يعني كمان. طيب بس انا ما قلتلوش صراحه. انت حضرتك استاذ منتصر اول مره تعرف ان منى بتغني؟ هي فاجئتني حضرتك دلوقتي ان هي بتقول ان هي مطربه. يا ريت بقى لو نسمع حاجه. بقول هنشوف. طيب نسمع حاجه جاهزه؟ ماشي. يعني صوتي تعبان بس ماشي نقول. ايه صوتي تعبان بس ممكن اقول؟ لا لا عادي مفيش مشاكل. الجاني بعد يومي يبكيني بدمع العين، يحكي من حب، لا يشكي، يشكي من حب جديد، يحكي وانا ناري تقيل، وسمعته فكر شريف، وسكته قلبي شهيد. الله 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 الله، صوتك جميل جدا جدا. استاذ منتصر ايه رايك في صوت منى؟ هقول لك على حاجه. هو البنت دي بالذات يعني عاوز اقول لك ان هي شقيه جدا، قروبه جدا، بتتعبني معاها في التدريب احيانا، بس شكلها هادي جدا. شكلها هادي جدا. خبت علني هي بتغني وما شاء الله صوتها واضح انه حلو. حلو جدا ما شاء الله. هي قريبه لقلبي عشان هي حد طيب بالفطره، في نفس الوقت هي موهوبه. وطبعا في يوم من الايام وانا بدربها كنت زعقت لها مره فعيطت وانهارت من العياط. طبعا قلت لها انا بعلمك عاوزك تكوني ناجحه. فهي بعدها خدت على خاطرها يعني اكيد طبعا. طبعا حضرتك فنانه وفاهمه دوت ان الفن طبعًا. ما ينفعش فيه مجاملات اكيد، لان الموهبه جزء لا يتجزأ من الفنان. طبعا برضو الاستاذه كريستين يعني بتقول لي دايما يا بابا. عاوز اقول لك ان هي ما بتيجي تتعامل معايا بتتعامل كاب لبنته. فهي لما باجي اتعامل معاها بوجهها، هي الحمد لله بتتقبل مني كل شيء، والحمد لله في ثقه كبيره جدا بين اهلها برضو بتاعت شغل بنتي ب 100 راجل، ومتنابلها ان شاء الله هم الاثنين يكونوا فنانين كبار اول الايام الجايه. طيب استاذ منتصر ايه رايك عن لما بيكون مثلا في طفل صغير موهوب واهله يعترضوا؟ سيان يعني هنتكلم على الاب اكتر، ان بابا يعترض ان هو يكمل من يعني ممكن الطفل يكون 6 سنين 5 سنين ايا كان، بابا يعترض وبالذات البنات فيعترض الاب هنا عن ان هم يخشوا مجال التمثيل، كلمتك ايه في الموضوع ده؟ هو طبعا دي غلطه كبيره جدا من الاهل، لان الطفل وهو صغير بيبقى هو في سنه هو شايف ان هو حد كبير جدا. تمام. وان هو حد يقدر يشيل مسؤوليه. تمام. ولما بيقلد حد هو بيقلده بفطره، ودي غريزه الطفل في السن بتاعه دوت. فممكن الغريزه ديت او الموهبه ديت تفضل يعني متكبته جواه، او تفضل ان هي فتره كبيره جوا ان هي يكون شاب او شابه، فبتبدا في ساعتها ان هي تكون حره نفسها، بتبدا تعمل ايه ان هي تحاول تسعى لحلمها تاني وتحقق الحاجه اللي هي جات لها وهي صغيره يعني وما عرفتش توصل لها. يعني ممكن هنا يكون ده سبب قوي جدا، اللي في عديد كتير من الممثلين والممثلات كان ظهورهم مؤخرا في سن كبير شويه، مش وهم اطفال او مش من هم شباب وشابات، ده ممكن يكون سبب. هو مش مرتبطة بسن معين، ممكن يكون حد كبير في السن ويكون عنده الموهبة وبالصدفة يكتشف وهو في 60 في 50 ان هو عنده الموهبة بيشتغل. الموهبة ملهاش سن. تمام. واي بني ادم جواه الموهبة، بس اللي شايفها واللي شايفها. بس ممكن يكون اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو رفض من طفولته. هو ده اللي ادى للسبب ده. طبعا لا هو مش بيقتلها، هو بيخزنها بياتشيت بمعنى صح. لكن حلمك طالما موجود جواك هتعمله. اي الوقت بقى مسألة وقت مش اكتر. ففي حد بيسعى في الطريق الصح وفي حد يسعى في الطريق الغلط. مشيت في الطريق الصح بتنجح وبتحقق ذاتك، في الغلط انت مضطر انك تعمل الوحش وتعمل كويس. تمام.
طيب استاذ منتصر، احنا طبعا كنا عايزين نقعد مع حضرتك اكتر من كده. شرف ليا. وكنا عايزين نقعد مع يوستينا ومع منا ومع كل نجومنا اللي شرفونا النهارده. بقول لكم نورتوني وشرفتوني، اهلا بيكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. بشكركم جدا جدا جدا. استنونا في حلقه جديده.